مرحبا بنات، شوفوا لي هذا الموديل الفخم اللي توفر عندنا، شوفوا لي الجمال وشوفوا لي التطريزه، تفاصيل تخبل تخبل تخبل. خلي اراويكم الالوان الموجوده فيها والتطعيمات. توفر باللون الاخضر تطعيمه خاصه باللون الفضي، شوفوا لي جماله، شوفوا لي الشراشيب الموجوده كلش لطيفه. واكيد يجي وياها فستان داخلي تحكمون بالربطه، تكون لي قدام او لي ورا براحتكم. هذا توفر باللون الاسود تطعيمه باللون الفضي، واكيد توفر عندنا هذا اللون هم باللون الاسود تطعيمه ذهبي. شوفوا جماله واناقته، يناسبكم بالمناسبات حفلات ارتفاعات فخمه وانيقه. طيب واحدة من هاي نفضي الموضوع، حتى اذا ما تجي فستان جواها جواها بطرون وروحي واضمنها الك، اضمنها الك تطلعين احلى وحده بالحفله. شوفي لي هذا جماله واناقته ويا كعب وجنطه تسريحه مرفوعه، طلعين نهايه العالم. المهم اذا حبيتي تقدرين تطلبيه اونلاين. شوفوا لي هذا الموديل الفخم والانيق، باعوا جماله، شوفوا شوفوا الدقة اللي موجودة بالشغل. هذا كله تطريز بلمساتنا الخاصة مثل ما تشوفون، توفر باللون الذهبي وتوفر بألوان ثانية. خلي أراويكم هذا اللون الأسود يجي وياه هذا الفستان، وأكيد هذا الفستان النيلي مثل ما تشوفون، وهذه الطرحة مالته كلش حلوة، ضعوا فخامتها، تقدرون تتحكمون بيها وتفتحوها أو تسدوها حسب اللي تحبوه أنتو. شوفوا لي هذه الثانية اللي مطعمة باللون الفضي تخبل كلش حلوة، هاي تفيدكم كل الحفلات عيني ما خسرانين شي. شوفوا لي اللون الأخضر اللي توفر عندنا، شوفوا جماله، وأكيد مثل ما قلت لكم موجود ويا هذا الفستان، توفر بجميع القياسات. إذا حبيتوا تقدرون تطلبوه أونلاين. باي باي. ركزي لي بهذا الجمال وبهاي الأناقة اللي مجتمعة كلها بقطعة واحدة. شوفي لي هذا الموديل الخليجي، تطريزه اكيد سناره وعمل يدوي، واكيد لمسات خاصه بينا. انتبهي لي على هذه التفاصيل الحلوه الموجوده، تعالي اراويك شنو موجوده بيها الوان. شوفي هو طبعا يجي ويا اكيد فستان داخلي والقطعه الاساسيه، شوفي لي التطعيم الموجوده بيها باللون الفضي يجنن، والشراشيب اكيد اللي موجوده من جوا، وتوفر باللون الاخضر. هاي القطعه الداخليه والقطعه الاساسيه، شوفي جمالها تجنن بنات تجنن، واكيد متوفره بيها جميع القياسات. اذا حبيتوها تقدرون تطلبوها اونلاين. باي باي.